السلام عليكم ورحمة الله، كي راكم دايرين؟ لاباس؟ بخير. اليوم إن شاء الله غنبداو واحد السلسلة جديدة ديال التجارب اللي غادي نسميها حليمة تجرب، اللي غنبقى نجرب فيها الوصفات ديال اليوتيوبوزات اللي كيديروا الطبخ. أول وصفة غادي نبدا بها هي هاد المملحة ديال أسماء سويت، مي انا غادي ندير بها الشوسون ماشي هذيك المملحه. يلا نبداو. بالنسبه للدقيق، هنا غادي نحتاجو 350 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 ديال الكيسان ونص ديال العنبه. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، هي هنا غادي نزيد عليهم 250 غرام ديال الزبده. الزبده تكون خاصه بالحلويات اللي تكون بنوعيه جيده باش تطلع لنا هاد المملحه هادي تكون مزيانه. غادي نبداو نحكوها في حكاكه على هذا الشكل، تنحكوها كامل. بقاو نستعنوا بالطحين هكايا باش ما تلصقناش الزبده في الحكاكه وتحكم معانا مزيان. استمر تنسدي كاع هاد الكمية ديال الزبدة. هنا بالنسبة للزبدة، انا نسيت ما قلت لكمش انني راه كنت دايرها في الفريغو. هي كديروها في الفريغو حتى تجمد باش تسهل عليكم انكم تحكوها. صافي، من بعد ما كنحكوها كاملة غادي ندوزو دابا نوجدو الخليط ديال السوائل اللي غادي نجمعو به العجينة. بالنسبة لنا للسوائل، غادي نجيب واحد الغراف كبير اللي غادي نخلط فيه. غادي نديرو فيه 100 مليلتر ديال الماء، يكون جامد متلج. 100 مليلتر يعني كاس ديال العنبة قل ربع، كاس قل ربع ديال العنبة يكون ما جامد من الفريغو. غادي نزيدو معاه معلقة صغيرة ديال الخل، هنا معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف ديال الملح، وهنا شويه ديال الابزار. الا كانت عندكم الثوم بودغ زيدوها. وغادي نزيد واحد البيضه، بيضه تكون صغيره ما تكونش كبيره، الحجم الصغير. وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان. وهكا غادي يكون السائل اللي غادي نجمعو به العجينه واجد بهذا الشكل. ندوز دابا نجمعو العجينه. العجينه ديالنا غادي نديرو هنايا فيها واحد الدويره في الوسط، وغادي نخوي فيها السائل ديالنا كامل بهذا الشكل، وغادي نبداو نجمعوه. ما نعجنوش، غير نجمعوه صافي. ملي شفتو العجين مبغاش يتجمع معاكم، نزيدو قياس معلقة كبيرة ديال الماء غير اللي يجمع لنا العجين باش ما تجيناش جارية وتضيع لنا العجين ديالنا. انا غادي نجمع دابا وغادي نشوف الا خاصني غادي نزيد.
العجين تكون زعما قاصحه، ما خاصهاش تكون جاريه على هذا الشكل. صافي، هنا من بعد ما سالي تجمعت العجين ديالي كتكون على هذا الشكل، غادي نديرها في ميكا وغادي ندخلها للثلاجة لمدة ديال جوج سوايع او اكثر الا كان عندكم الوقت، خليوها اكثر الا ما كانش عندكم الوقت. المهم جوج سوايع كافيها، والا كان عندكم الوقت اكثر بيتوها ليله كامله. دابا غادي نمشيو نوجدوا التعميره ديالنا. بالنسبه للحشو، هنا في المقله غادي ندير الزيت، حشو كيف ديما الزيت نخليها تسخن، بعد ما سخنت الزيت ندير عليها البصلة، ندير عليها شوية ديال الملحة، صافي غادي نخليها هكا تتبل ونزيدو عليها المكونات الأخرى. هنا صافي، من بعد ما البصلة دبلات معانا غادي نزيد خيزو، غنخلطو مع البصلة هو، غادي نخليه يتقل شويه يطيب. غير يطيب معنا خيزو شويه ونرجعو باش نزيدو المقادير الاخرين. صافي، دابا غادي نزيدو القرعه الخضراء، حكيناها الخضرة في الساعة كطيب، خليوها هكا واحد جوج دقايق. نزيدو الكفتة والعطرية، نخليو القرعة ديالنا حتى تبل ونرجعو نديرو فوق فيها الكفتة. صافي، هنا دابا غادي نزيدو الكفته، وغنزيد عليها العطريه. هنايا عندي سكينجبير، الخرقوم، الابزار، التحميره، هنا شويه ديال العطريه الدجاج، غير درتها وصافي اختياريه. وغنزيد الملحه، غنخلط هاد العناصر كاملة، وهكا الحشوة ديالي غادي تكون واجدة. أنا ما طيبنا الكفتة، غادي تكون الحشوة واجدة باش ندوزو نعمرو لي شوصون ديالنا. صافي، من بعد ما دازت جوج سوايع العجينة ديالنا في التلاجة، دابا غادي نبداو نطلقوها. غادي نديرو الدقيق ونطلقو العجينة. العجين كتبقى تطلق معانا بكل سهولة في الساع، مكتعذبناش كاع تطلق.
قبل العجين ما خصهاش فاش نطلقوها ما خصها تكونش ما خصهاش تكون رقيقه بزاف باش فاش نقطعوها هذاك التوراق ديالها يبان. صافي هكا العجينه نكون طلقناها مزيان. نبغى غادي نبداو نقطعها انا بهذا، ولا الا كانت عندكم زلافه زلافه عاديه تقطعوا بها. دونك نبدا نقطع دوائر صافي. بعد ما سالينا كاع الكميه كنحيدو العجين. العجين كاع ما كنعجنوهاش كنجمعوها بهذه الطريقه وكنردوها في الميكا في الثلاجه. صافي دابا هنا غادي نبدا نعمر الحشو لي شوسون ديالي بهاد الطريقه. ندير هنا الحشوه ونجيب ابيض البيض وندهن به هاد الجناب باش يلصقوا. وغادي نسدو بهذه الطريقة. بحال هكايا. انا ما كنتش عندي ديك القطعة اللي فيها بحال هكايا ديال الجرارة، قلت علاش لا اللي ما نقطع اللي فاش نلصق هذا الشوسون نقطع الجوانب ديالو بالجراره يعطيني بحال الشكل ديالها. هكا وانا حطيتها في الصينيه اللي تدخل الفران. دابا غادي نكمل التعمار تنسالي الكميه كامله. نلصقهم هنايا على هاد الشكل. صافي انا من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي كانت عندي دابا غادي نشدو لي سوشون ديالنا وغادي نتقبوهم من التحت هكا جوج تقبات باش يتهواو معانا بحال هكا. هنايا خلط داك بيض البيض اللي بقى لنا مع صفر البيض وغادي نبدا ندهن به لي سوشون ديالنا. وبالنسبه للفران خاصو يكون مسخن من قبل عاد نحطو لي سوشون ديالنا يطيبو. كندهنهم
غندير دابا فوق منهم السمسلان. هكا لي سوشون ديالنا غادي يكونوا واجدين، غادي ندخلهم من الفران يتحمروا من الفوق ومن التحت. الفران يكون على نار متوسطه ونرجعوا ان شاء الله فاش يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم فاش كنخرجوهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل. كيجيو مقرمشين ومورقين، فريمون الوصفه كتجي زوينه. ان شاء الله تجربوها حتى نتوما. كتجي مقرمشه مازال سخونين، كتجي العجين مقرمشه. وهادو هما لي سوشون ديالنا في التالي، كي كيخرجوا كيجيو بنانين وزوينين. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، وديروا لي اشتراك، ديروا لي ابوني باش تدعموني، ونطلقوا ان شاء الله في فيديو جاي. بسلامه.